هنعمل جنبه رز مفلفل بتكتنا احنا واسرارنا احنا، بس الرز المفلفل كمان هحوله لطاجن. ازاي الكلام ده؟ احنا ده بقى الوحيد اللي متعودين عليه في الحله. طيب يا ستي هنعمله في الحله وهنفلفله وهنظبطه وبعد كده هنحوله لطاجن طعم جدا جدا في الفرن زي ما هنشوف مع بعض. اول حاجه هتبقى المقادير بتاعه الرز، واحط بس الحله تسخن على النار على ما نقول المقادير. مقاديرنا سهله جدا جدا. مقادير الرز المفلفل العادي جدا، رز كيلو رز مغسول ومتصفي، معايا زيت وزبده ومعلقتين كبار قشطه، مش هقول لكم هنعمل بيهم ايه غير لما يجي وقتهم، وميه سخنه. دي كده المقادير بتاعه الرز. نقولها تاني، كيلو رز مغسول ومتصفي، زيت وزبده او زيت وسمنه، هنا بقى لو مفيش زبده حطي سمنه عادي، ملح، معلقتين كبار قشطه، وميه سخنه، والميه السخنه اساسي معانا. يا ام رمزي يا هالة يا حبيبه قلبي، ازيك يا ام رمزي؟ وحشاني يا هالة والله. وانت يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا بنتي، تسلم ايدك يا هالة على اللي بتعمليه ده كله. ربنا يخليكي. شفتي بقى وجباتنا من اول رمضان، ايه رايك فيها؟ لا لا ده حاجه جميله، حاجه حلوه. ربنا كده يعود عليكم الايام بخير يا رب. يا رب يخليكي علينا كلنا يا رب باذن الله. ربنا يبارك لك. انا بس ما شفتش اللي قبل أم علي. أم علي، أم علي تزعل منك كده يرضيكي؟ أنا شفت أم هالة. أم نور والله. أم نور، ربنا يخلي نور. ربنا يكرمك يا حبيبتي. حاضر أنزلك مقدرة وأقول لك تاني عملنا إيه. ربنا يخليك يا هالة، ربنا كل سنة طيبين. وحضرتك طيبة يا حبيبتي، شرفتيني. حطيت حلة تسخن على النار وحطيت فيها زيت. نتفق على حاجة، الرز طول ما هو في الحلة من الألف للي هفلفله بزيت، بيدي لمعة حلوة، ما بيخليش الرز يعجن، بيديله الفلفلة اللي أنا عايزاها. هو رز حبة وحبة أو رز مفلفل بيتقال عليه الأسامي دي كلها. فطول ما هو في الحلة إحنا هنشتغل بالزيت. حطيت زيت، بعد كده كيلو الرز اللي عندي هاخد حوالي ربعه، طبعا عشان مغسول ومتصفي فقافش في بعضه، نسلكه كده بالراحة. الربع ده اللي هيتفلفل كده، في زيت في زيت في زيت، من الاول للاخر في زيت. انا عايزه ازود كمان، انا بحب الرز المتفلفل الغامق يبقى شكله باين كده كتير كده في الحل. هياخد بقى معايا وقت شويه، كل شويه هنيجي نقلب فيه. طيب نعيد لحبيبتنا ام رمزي، ام علي اللي عملناها دلوقتي وهي في الفرن. جبت جلاش قطعته مربعات وحمرته، اداني اللون الذهبي الحلو، سبته بقى لما برد خالص، وبعد كده رحت جايبه الطواجن اللي هشتغل بيها وحطيتها في الفرن فاضيه تسخن. كل الطواجن يا جماعه، مش طاجن ام علي بس، اي طاجن هتشتغلي بيه لازم يتحط في الفرن يسخن الاول، تنزلي فيه الاكل وهو سخن عشان مسام الفخار تقفل معاكي وتديكي ريحه وطعم الفخار في الاكل. حطيت الطاجن في الفرن، بعد كده جبت لتر لبن على النار، حطيت فيه سكر وفانيليا ومعلقه زبده لو موجوده عندك. كله كده سخن كويس قوي. لتر اللبن جبت له معلقتين نشا مش مليانين على نص كوبايه ميه، دوبتهم بره ورحت حطاهم عليه. اول ما غلي عرفت ان النشا استوى واداني كده قوام زي قوام الكريمه كده، مش قوام اللبن السائل. بعد كده جبت الطواجن رصيت فيها الجلاش وحطيت المكسرات وخدت اللبن سقيت بيه الطواجن بتاعتي. اللبن فيه سكر وفيه الفانيليا وفيه الزبده، مش محتاجه اي حاجه خالص، بس كده. وعلى الوش معلقه قشطه وتدخليها الفرن على طول. بس يا ستي ادي ام علي وادي اللي عملناه من اول الحلقه. دلوقتي بقى بنشتغل في الرز المفلفل. زي ما قلت لكم كده هياخد وقت في الفلفله بتاعته شويه واحنا شغالين معاه. يا منى، يا منمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف هاله؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ يا رب يطمن قلبي عليكي دايما والله. ربنا يكرمك يا رب. والله انت صاحبه ابتسامه جمال. ربنا يخليك يا حبيبتي، بتدخلي السعاده والبهجه على بيوتنا. الله يكرمك ويا رب دايما كده مع بعض على طول يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي يا حبيبتي. معلش انا استاذن حضرتك. تحت امرك. عايزه بس، الله يخليك، عايزه طريقه الملوخيه لاني والله ما عندي نت خالص. طريقه الملوخيه، حاضر اشرحها لك تاني من عينيا. يا حبيبتي الف شكر وجزاك الله كل خير. عايز. حالا اول ما تقفلي اشرحها لك على طول من عينيا. حاضر تأمريني. الملوخيه
اللي انتوا سميتوها الملوخية اللي كسرت الدنيا، وجي بعديها الكشك اللي كسر الدنيا. والنهارده ان شاء الله هيبقى معانا الطاجن الباميه اللي كسر الدنيا باذن الله. نمشي واحده واحده. لسه الرز المفلفل بنفلفل فيه، لسه ما اتحمرش، هو بياخد وقت شويه، وفي نفس الوقت انا بحب ايه اغمقه، يعني ما بحبش يبقى لسه فاتح، عشان لما انزل عليه بقى بالرز الابيض ده يبان فيه قوي، يظهر فيه اكتر من لازم. فكده في ناس لغايه كده تقول لك اهو اتفلفل اهو، لا انا بحب اغمقه شويه اكتر من كده، وبيدي طعم حلو جدا لما بيغمق عن كده. هو فاضل له سيكه بس، يعني سيكه صغنطوطه كده وخلاص نكمل بقيه خطواتنا عليه. على ما السيكه دي تحصل بقى وياخد اللون المغمق شويه، نقول مقادير طاجن الباميه عشان نشتغل فيه ان شاء الله مع بعض. باميه خضراء او مجمده، يعني اللي موجود عندك لو ما فيش خضراء ممكن تجيبي مجمده وتعمليها بنفس الخطوات بتاعتنا. لحمه ضاني، انا عاملاها بلحمه ضاني النهارده، بتبقى جميله مع الباميه، بس برضو تقدري تحطي اي لحمه موجوده عندك. لتر عصير طماطم، ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، وفلفل اخضر مفروم، وفلفل رومي لوحده متقطع مكعبات كبيره شويه. شوربه اللحمه اللي سلقنا فيها اللحمه وسمنه، مستكه وحبهان، كزبره ناشفه وملح. هتعملي ايه بقى انت بكل ده؟ شايفين فلفل حامي، فلفل بارد مفروم، فلفل بارد مربع، هتعملي ايه بس؟ هنعمل احلى طاجن باميه باذن الله. تعالى بقى كده يا شباب، بص الرز غمق اكتر ازاي، ولو غمق كمان عن كده برده هيبقى احلى واحلى. دي الفلفله بتاعه الرز، جت من هنا كلمه فلفله، وزي ما قلت لك عشان الرز المفلفل ينجح معاكي بيتحمر في الزيت، الزيت اللي بيديله اللون ده. لو بتعمليه في سمنه هيحتاج سمنه كتير ووقته هيبقى اطول، وفي نفس الوقت مش هيديكي ابدا اللون ده. طب ده كده الرز بالزيت ده مش متطعم، هنطعمه وهنخليه طاجن زي العسل، اصبري عليا بس. كده خلاص اهو شايفين انا عماله اقلب فيه ازاي، لازم عشان مفيش واحده تغمق عن واحده. خد اهو بصوا كله لون جميل ازاي. هنزل بقى ببقيه كيلو الرز اللي عندي برده اللي مغسول ومتصفي كده عليه. ومن اهم 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 نجاح الفلفله معايا الحركه دي، ان انا لما احط الرز الابيض افضل اقلب فيه كده كله مع بعض ويتشوح لغايه ما الاقي كله لمع، كله لمع عندي، يعني كله رزايه يا محمد اتغلفت بالماده الدهنيه اللي عندي، يبقى انا كده اطمنت ان ده عمره عمره ما يعجن معايا ابدا. شايفين شكل الحله جميله ازاي؟ استاذه سهام. خير يا قمر. يا مدام سهام ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، ازيك يا هلول؟ الحمد لله بخير. كل يوم ليكي تكات يا هلول، والله العظيم يا هلول التكات بتاعتك انا بطبخ بيها. طب الحمد لله، والله ده والله بعمل بيها كل حاجه، بعملها بيكي انت. الحمد لله. الملوخيه بعملها بيكي، وده الملوخيه روعه يا هلول. الف هنا وشفا، ربنا يكرمك يا رب. ولا المحشي يا هلول اللي باللبن، باللبن جميل، ولا بالبخار. صدقي انت يا الله يخليك، وكل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي. ربنا يخليك يا مدام سهام، اشكرك يا حبيبة قلبي، اشكرك، مع الف سلامة حبيبتي. حطيت الرز الابيض، بقيت الرز يعني هو كيلو خدت ربعه، عملت فيه حركة الفلفلة دي، وبعد كده حطيت بقيت الرز الابيض بقيت الكيلو، وحطيت الملح معاه وشوحت كله في بعضه لغاية ما كله لمع عندي، بقيت لمعة الزيت موجودة في الرز كله. هروح نازلة بمية سخنة، بسم الله. الصوت ده بقى مهم جدا، معنى كده ان مفيش اي رطوبة في الرز واي سوائل ممكن تخليه يعجن معايا. وكده انا اللي هو عملت عملية ايه، سحب او شفط للنشا بتاع الرز. مية سخنة كده واغطي عليه واسيبه يتشرب، وبعدين انقله على عين صغيرة، وبعد كده هنبقى نشوف لما يستوي هنحوله لطاجن ازاي. قولولي مين يا استاذة ميرفت، رز اخباره ايه اللي هنحوله دلوقتي لطاجن؟ بسم الله، نديله تقليبه نشوفه كده اتشرب كويس ولا لا. اهو بصوا عامل ازاي، ما شاء الله عليه، وريحته طالعه جميله، الله اكبر عليه بجد. كده يتاكل اكل. جربوا بقى الرز المفلفل بتاعنا بالطريقه دي النهارده وشوفوا جماله. انا بقى كمان مش هسيبه في حاله كده، لا يا عم تعالالي، ده انت لسه هتتحول لطاجن، عشان فطرنا النهارده طواجن في طواجن. هنحوله ازاي؟ هنجيبه هنا كده في الوسع، نركن الهون ده دلوقتي. زي ما قلت لكم بالنسبه للباميه انا بس مستنيه تاخد غلوه، وبعدين هنديها الطشه بتاعتها. الطاجن بعد اذنك يا شيف سيد هنا،
شكرا جزيلا. وبرضو انت شلت السمنة. شلت السمنة. طب انا عايزاكم بس تقولوا لي اعمل فيه ايه. يلا يا باشمهندس هات لنا السمنة بسرعة. احنا اتفقنا الرز المفلفل عملناه في الحلة بالزيت من الالف للياء، كان عندنا في المقادير قشطة وسمنة، صح كده؟ ادي السمنة اهي، والطاجن مخرجاه سخن مولع من الفرن، هحط كده حتة سمنة هنا. انا كده بقى هطعم الرز بتاعي بالشكل ده وهوزعها فيه. نجيب القشطة، الحمد لله القشطة موجودة يا جماعة، بركولي بركولي الحمد لله القشطة موجودة. نجيب فرشة. بتضحك، اصبر عليا بس. ووزع السمنة كده في كل حتة في الطاجن. يا سلام بقى لو معلقة السمنة دي سمنة بلدي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض كده، شايفين ازاي؟ وبعدين فين معلقة الرز كده، واروح واخده الرز كله في الطاجن. يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ربنا يخليك، منورنا النهارده يا استاذ احمد والله. بنورك يا شيخ. الله يكرمك. قول لي تحت امرك. ممكن اعرف اللحمه بالباميه؟ لا انا مش سامعه. قول لي. ممكن اعرف اللحمه بالباميه؟ ما هي بنعملها هي حضرتك، انت ما تابعتش معانا من اول الحلقه؟ لا. طيب احنا بنعملها هي، يا ريت تشوف في الاعاده او تشوف الحلقه على اليوتيوب. احنا بنعمل طواجن النهارده، من ضمنها او الرئيسي بتاعنا طاجن الباميه باللحمه. شايفين الرز عامل ازاي؟ لا لزق ولا اي حاجه خالص، وهو سخن كده تعملي فيه الحركه اللي احنا بنعملها دي عشان ياخد كانه ايه زي الرز المعمر كده، وياخد ريحه وطعم الطاجن كده. كل الكميه اللي عملناها بسم الله، خدها كده كلها، وبعدين اظبط الوش كده. انا عايزاكم تشوفوا جمال الرز ده النهارده، تجربوه عشان انا طمعانه في دعوه حلوه النهارده على الفطار باذن الله، زي ما كل يوم بتدعوا لي كده. كده يا جماعه بصوا ظبطت الوش ازاي، اهو الشكل ده الطاجن سخن. ما قلتليش ليه انه سخن؟ مستني لما تلسع وبعدين تقول لي. هاخد بقى معلقتين قشطه كده وهو سخن كده، وزعها على الوش عشان وشه ما ينشفش في الفرن، وفي نفس الوقت يديني طعم سمنه بلدي فلاحي. معلقه السمنه اللي دهنت بيها الطاجن مع الوش ده. يا ام رامز عامله ايه؟ ازيك يا ام رامز؟ ازيك انت يا حبيبتي يا غاليه؟ الحمد لله يا حبيبتي، فضل ونعمه الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب. تعيشي يا ام رامز، تعيشي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يكرمك. اعرف بس الطواجن الحلوه اللي زي صاحبتها. ايوه الله يكرمك، الله يكرمك. جايبهم منين؟ والله في واحده ست كده حبيبتي. أيوة. بتبيعهم، بجيبهم منها على طول. ربنا يخليكي جميع خير يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. اي حد بتاع طواجن. هاتي منهم. يعني ما تحرقوش دولت ولا حاجة؟ لا 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 ولا أي حاجة، ويتحط على عين البوتاجاز، بس حطي تحتيه الشريطة بتاعت الرز أمان يعني. أيوة. بس كده. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. الله يبارك لك. ألف شكر. يلا يا شيخ سيد مع ألف سلامة. الله يسلمك. ده بقى كده يا جماعة هيتحط في الفرن، الفرن يكون سخن، هيتحط تحت الشبكة. يا دوبك أنا عايزة الوش ده بس ياخد تحميرة بسيطة من غير ما ينشف، وكده كده مش هينشف علشان القشطة على الوش. يلا يا شيف سيد. ده بالنسبة لطاجن الرز المفلفل، عملناه بالزيت الأول في الحلة لغاية ما فلفل معايا وبقى زي العسل ريحته ما شاء الله جميلة. بعد كده مسحت طاجن سمنة، طاجن كان سخن الأول، وخدت كل اللي في الحلة حطيته في الطاجن، ومعلقة قشطة على الوش وهو سخن سيحتها كده عليه ودخلته الفرن، يا دوبك الوش يتحمر. طيب